نساء الإخوان المسلمين شكل البنا أخويتهن في العام 1933، أنقذنا الإخوان المسلمين في الخمسينات، شكلنا الأداة الأولى لوصول مرسي، تمددنا في العالم وعملنا في مصر والإمارات وغيرها، وشكلنا قوة الإخوان الضاربة وخطرهم الداهم الخفي. عندما أنشئ حساب غراس الإصلاح، أي حساب التنظيم النسائي للإخوان في الإمارات، الرابع من نوفمبر 2012، كان أول ما غرد به عن التنظيم النسائي شعار حملته على عاتقها يجسد ما تصبو إليه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهي الحجة التي استخدمها الإخوان المسلمون وتنظيمهم النسائي في الإمارات منذ بداية عملهم وصولاً حتى التوقيفات منتصف العام 2012، واصفين أنفسهم بالدعويين الحريصين على دينهم ومجتمعهم، وأن لا علاقة لهم بأي أهداف سياسية وسلطوية. لكن شهادة واحدة ضحدت بشكل دراماتيكي كل هذه الادعاءات، شهادة الإماراتية آلاء الصديق التي أدلت بها في ملتقى النهضة الشبابي الثاني في قطر 2011، لحظة تفجر الحراك الشعبي في أكثر من بلد عربي، والتي استغلها الإخوان المسلمون للإفراج عن مشاريعهم الحقيقية في المنطقة. بالنسبة للحضور الموجود، إحنا أغلبنا خليجيين. أنا أشعر الكلام الموجود في العرض يناسب مرحلة بعد 10 سنوات. لماذا؟ لأن الموجودين، الأشخاص الموجودين، نحن من عامة الشعب غير متضررين، غير حاسين بأنهم عندهم مشكلة في حياتهم، غير عن المصريين أو غير عن أفراد ثانيين عندهم مشاكل في حياتهم ومحبطين وساكتين. نحن عندنا راضين، ماكلين، شاربين، نايمين ومرتاحين. إذن هذه هي المشكلة لدى إخوان الخليج، أن الشعوب فيها لا حاجة لديها للحراك، مما يصعب الأمور، إذ لطالما استغل الإخوان المشاكل الاقتصادية كمدخل للتغلغل كما الحال في مصر. لذلك يعتبرون مهمتهم في الخليج أكثر صعوبة في الوصول للحكم. فنحن محتاجين مرحلة نخليهم يحسون بأن آكلين، شاربين، نايمين، هذا مو كل الحياة. إحنا محتاجين نقول رأينا ومحتاجين نعبر. فكيف إحنا نوصل لهذه المرحلة اللي هي كيف يعني نقدر نحقق هذه، نغرس هذه الفكرة في أذهان الناس، وبعد ذلك ننتقل لمسألة إن إحنا نقنعهم بكيف إحنا نغير النظام أو نسقط النظام. أو إسقاط النظام هي الكلمة الخطرة التي أنكرها إخوان الإمارات مراراً في المحاكمات، وأنكرها قبلهم الإخوان المسلمون في مصر طيلة فترة اعتقالاتهم والتضييق عليهم لحين الثورة المصرية، حين كشفوا عن نواياهم الحقيقية بالوصول إلى السلطة، لا بل المحاربة لأجل هذه السلطة. ومن هي آلاء التي فضحت مخططات الإخوان الحقيقية في الإمارات؟ هي ابنة القيادي في إخوان الإمارات محمد الصديق، المحكوم في قضية التنظيم السري، وتعتبر واحدة من أنشط الإخوانيات خارج الإمارات، والمعبرة بوضوح عن انتمائها لفكر سيد قطب. لم تكن شهادة آلاء هي المؤشر الوحيد على انتعاش المشروع الإخواني في الإمارات مع اندلاع الثورات، فقد حاول حساب التنظيم النسائي غراس الإصلاح والأجهزة الإخوانية الإعلامية الأخرى في الإمارات ربيع العام 2013 إطلاق حملات تتشبه بالحراك في الدول العربية عبر إطلاق التسميات على أيام الجمعة، على غرار جمعة الانتصار لأحمد غيث، أي المتهم الإماراتي الإخواني أحمد غيث، أو جمعة البراءة لأحرار الإمارات. وربما أن بعض التبحر في لحظة إطلاق حساب غراس الإصلاح يؤكد هذه الفرضيات، فلو بحثنا في أول من روج للإعلان عن هذا الحساب يطالعنا 13 حساباً يتقدمهم حساب أسيل محمد. من هي أسيل؟ إنها شخصية سعودية كما يتبين من تعريفها عن نفسها، وهي من المناهضين للإمارات، واضحة في هويتها الإخوانية، ولكن الأهم
أنها من مناصري داعش وجيش أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا، والذي أعلن مبايعة داعش. ومن بين المروجين لحساب غراس الإصلاح أيضاً أم بدر المحرضة على الصراعات الطائفية في العالم. وهناك أمل الهاشمي المتخصصة والمحاضرة والمدربة في الإرشاد النفسي والمعتمدة أيضاً كما تقول، معرفة عن نفسها كمرشدة اجتماعية نفسية. هذه المرشدة الاجتماعية ملهمها ومعلمها هو سيد قطب، منظر الإخوان المسلمين المسؤول عن كل عملياتهم الإرهابية، وهو أيضاً ملهم للكثير من الشخصيات الإرهابية الشهيرة مثل الإخوان السوري عبد الله عزام الذي تحول لاحقاً لواحد من رموز القاعدة. أما الحسابات الأخرى التي دعمت إطلاق غراس الإصلاح فجميعها للمنتمين لمشروع الإخوان في المنطقة وأيضاً في العالم من خلال نموذجه التركي، والذي تبين أنه هو الآخر رغم ادعائه الاعتدال انتهى إلى المآل نفسه، أي دعم داعش أكثر الجماعات تطرفاً ودموية. أما مريم الظفيري، إحدى أبرز الناشطات والتي شن غراس الإصلاح ومواقع إخوانية عديدة أخرى حملة لأجلها، هي الأخرى من المؤيدات لرموز إرهابية مثل الداعية محمد العريفي الذي اتهم بالمشاركة في حملات تجنيد الأجانب للقتال مع داعش ومنعته بريطانيا من دخول أراضيها. هذه الانتماءات الواضحة لنساء الإخوان في الإمارات تتناقض بقوة بالطبع مع ما أعلنه في بداية حملتهن الدعائية عن دور إصلاحي ديني فحسب، وما روجن له خلال المحاكمات عن أن المحكومين ليسوا سوى محافظين على القرآن وجيله في استغلال ديني واضح. انتماءات إخوان الإمارات وتنظيمهم النسائي للجماعات المتطرفة الدموية والتي تكشفت مع الوقت لم تأتي بين ليلة وضحاها، فقد عمل عليها التنظيم بشكل منهجي لا سيما بعد إصدار مجلة الإصلاح شهر مارس آذار العام 1978، والتي اعتبرت منبره الإعلامي على مدى 10 سنوات متواصلة. توجهت المجلة منذ عددها الأول إلى المرأة بمواضيع متفرقة بين الطفولة والتربية وغيرها، لكن ابتداءً من العدد السادس سبتمبر أيلول 1987 بات للمرأة باب خاص سمي بركن الأسرة، وهو الاسم المستوحى والجامع بين صفحة الأسرة في جريدة الإخوان اليومية في مصر وركن الأخوات في مجلة الإخوان الدورية. إذ يبدو أن كل ما في تجربة الإخوان في الإمارات هو نسخة عن تجربة الإخوان في مصر مع فارق زمني للبدايات يقارب الربع قرن. من خلال ركن الأسرة وجه الإخوان المسلمون أهم رسائلهم إلى المجتمع الإماراتي بترجمة حرفية لأفكار المؤسس والمرشد حسن البنا التي عبر عنها في رسالته الأولى إلى المرأة، فشنت المجلة هجوماً مركزاً على عمل المرأة من خلال مقالات وملفات. عمل المرأة يجعلها خادمة تارة ويقتل أبناءها تارة أخرى، كما قالت أم بدر مستشهدة بخبر نقلاً عن إحدى الصحف الأجنبية التي لم تسمها عن رجل قتل ابنته بينما الأم في العمل. أما أم عمار فتقول أن عمل المرأة جعلها مستقراً لشهوات الرجل، وذلك استناداً لمراجعة المرأة الغربية لتجربة عملها، وهي مراجعة مجهولة المصدر أيضاً. وفي ملف كامل عن نتائج عمل المرأة، تروج المجلة ما لا يمكن تصديقه،
مستغلة في ذلك الحين جهل قرائها لكل ما يخص المجتمع الغربي. ورأينا الرجل ينام مع عشيقته في بيت الزوجية بحضور زوجته وأولاده ولا إحساس، ورأينا الزوجة وقد عادت آخر الليل مع عشيقها والرجل يسمع ويرى ولا إحساس. وهذا ما كرست له أيضاً ملفاً كاملاً بعنوان ماذا جنى الغرب من الاختلاط غير الأولاد غير الشرعيين، رابطة بشكل حتمي بين عمل المرأة والخيانة وحتى خراب النسل البشري. لكن وفي نهج نفعي واضح، ومع بدء الوعي لأهمية دور المرأة في القطاع التربوي الذي قرر الإخوان التغلغل داخله، بدأت الإصلاح بتمرير الأفكار المشجعة على عمل المرأة في مجالات التربية حصراً، وذلك من أجل نشر الدعوة بين النشء والمدرسات أيضاً، مع التركيز بالتوازي على الدور الدعوي الرئيسي للمرأة والذي يقوم على تربية النشء على الجهاد بالدرجة الأولى، وحتى أن المجلة أفتت بخروج المرأة للجهاد من دون إذن والديها أو زوجها إذا خشيت من منعهم لها أو إذا كانوا كما سموا من المرتدين، علماً أن الجهاد الذي كانت تروج له الإصلاح في حينه هو الجهاد الأفغاني بالدرجة الأولى، إذ فردت له أغلفتها وصفحاتها الداخلية من مقابلات وأخبار وتحليلات ومواقف لتبدو مجلة تصدر من أفغانستان لا من الإمارات. ويذكر أن المجلة كانت قد دعت في البداية إلى اتخاذ الثورة الإيرانية ملهماً فيما سمته حديث قلب، وفي المقابل لم تحضر الإمارات في الإصلاح سوى من باب التذمر والهجوم على مشاريعها وإعلامها وكل مظاهر أنشطتها بما فيها الثقافية مثل أكسبو الشارقة، كما شنت حملة كبيرة على الأنشطة الرياضية فهاجمت إنشاء مدينة النصر الرياضية في دبي، وحملت المرأة دوراً رئيسياً بلعب دور الرقيب لمنع أطفالها من مشاهدة التلفزيون ومزاولة الرياضة ومشاهدة مبارياتها، لأن الإخوان اعتبروها ملهاة للوقت، مصورين كل ما يحصل في المجتمع الإماراتي خطراً على النشأ، باثين روح النقمة والرعب من المجتمع، وحتى أن العاملات في الشرطة بتن برأيهن فاقدات للحياء. وبناءً على كل هذا المناخ التخويفي من المجتمع، وجدنا الحجة الكافية في الدعوة لتزويج الإخواني من الإخوانية، أي المرأة الداعية، إسوة بالإخوان في مصر، لا بل اعتبرت الإصلاح بأن الزواج من غير الداعية ما هو إلا جريمة. هذه هي المرأة لدى إخوان الإمارات كما كانت في مصر، أداة للترويج والحماية والوصول إلى السلطة، فاسدة إذا خرجت للعمل ومجاهدة إذا هربت من منزلها للقتال في أفغانستان، داعية صالحة إذا جندت إخوانيات بحجة تعليم القرآن، ومجرمة إذا تزوجت بغير إخوانيات.